السلام عليكم متابعي عشاق الخياطه والتسطيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بالف خير وبصحه جيده ان شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا طريقه تشطيب اولا موديل ديالكم جديد. كنت بزاف صيفطوا ليا في الانستغرام الطريقه ديال هاد لونسومبل هادي، غادي نخليها لكم في اول تعليق سبق لي وشرحتها. ودابا غادي نشرح لكم الطريقه ديال التفصيل ديال هاد الكم هذا. هنا كيف ما كتشوفوا عندي الكم، العرض ديالو كنديروا العرض ديال الكم ديالنا العادي ونزيدوا عليه 6 سنتيم ديال الخيط المطاطي. وبالنسبه للطول ديال داك القطعه اللي غنديروا هو الطول ديالكم، وكنزيدوا عليه 15 سنتيم اولا 20 سنتيم ديال الكشكشه. هنا عندي هاد القطعه هادي، وبالنسبه للعرض ديالها فالعرض ديالها هو 7 سنتيم، كانت 2 سنتيمين من الجوانب، يعني كل جانب كانت 2 منه سنتيم. غتبقى لينا في العرض ديالها 5 سنتيم. اذا بعد ما دوزنا السرجي غادي نتني من الجوانب سنتيم وغادي نخيط. هنا كيف ما كتشوفوا ملي كتكونوا مدوزين البياسه السرجي فكتجيكم الخياطه جد سهله. وبالنسبه اللي ما عندهمش السرجي فانتوما غادي تنيو واحد، يعني انا تنيت هنا غير نصف سنتيم السرجي، نتوما غتنيو سنتيم، يعني تنيو نصف سنتيم من الاول وتعاودوا تنيوه مره اخرى باش ما يتسلش لكم الثوب. هنا خيطت الجهه الاولى، غادي ندوز باش نخيط الجهه الثانيه. صافي، من بعد ما خيطتها غادي نجي للمنتصف، نحدد المنتصف وغادي ندير الكشكشه، غنوسع الغرزه ندير اكبر غرزه. هنا بالنسبه للمبتدئين اللي خافوا، اللي زعما يخافوا انهم ما يجوش في نفس الخط مستقيم، يرسموا داك على الطول ديال القطعه يرسموا داك الخط ويخيطوا عليه. صافي، غادي نجروا داك الخيط اللي كيبقى لينا وغادي نوزعوا داك الكشكشه حتى نحصلوا على نفس الطول ديال الكم. ها هي القطعه، من بعد ما درت لها الكشكشه غادي نجي لكم غنحدد المنتصف ديالو من الفوق وكذلك من الاسفل، وغادي نجيب الطباشير والمسطره وغادي نرسم الخط اللي غادي نخيط عليه داك القطعه باش تجيني سهله وما تجينيش يعني عوجه. صافي، غادي نجيب هاد القطعه هادي وغادي نحطها بهذا الشكل هذا، وغادي نعاود على داك الخياطه، داك الخياطه اللي درنا الكشكشه غنعاود عليها، ولكن من بعد غادي نحيدها. يعني نتوما من بعد غتحيدوا داك الخيط اللي درتو به الكشكشه، كيكون الغرزه واسعه كتحيدوه وكتخليوا غير الخياطه اللي مخيطه مع الكم. صافي، كنحاولوا نقادوه بحال هكا. حنا كنخيطو حنا كنقادوه باش يجينا على داك الخط. هاد الموديل كيف ما وريتكم ممكن ديروه حتى الوليدات الحويجات ديالهم البنيتات، هكا كيجي الشكل ديالو رائع في الكم. هنا كيف ما كتشوفوا في الاسفل واحد جوج سنتيم غادي ما غاديش تخليو فيها الكشكشه، غتسرحوها في داك القطعه لانها غتصنى مع العطفه ديالكم. ها نتوما كيف ما شفتوا هذيك 2 سنتيم من الاخر سرحتها ما خليتش فيها الكشكشه. صافي، كيجينا بحال هكا. دابا غادي نجمعوا لكم من الجوانب. كنخيطوا على بعد سنتيم، غادي نقلبوه وغادي نديروا العطفه ديالكم. العطفه ديالكم على حسب الخيط المطاطي اللي عندكم. انا عندي الخيط المطاطي هنا العرض ديالو سنتيم، فانا غادي نتني 2 سنتيم وغادي نخيط. هنا عندي السرجي ما عاودتش الثانيه، بالنسبه اللي ما عندهمش السرجي ديروا الثانيه معاوده، ولا يكون عندكم السرجي ديروها معاوده كيجي الشكل ديالها زويون.
هنا فاش كنوصلوا للنقطه ديال البدايه كنخليو واحد سنتيم باش غادي ندوزو منه الخيط المطاطي كيف ما كتشوفوا. وهكا كيجي لكم ديالنا الشكل ديالو رائع من بعد ما درتلو الخيط المطاطي. بالنسبه للخيط المطاطي هو الدوره ديالكم مقسومه على اثنان، داك الخارج هو اللي كديروا خيط مطاطي، كيجي الشكل ديالو بحال هكا رائع وانيق. بالنسبه ممكن ديروا حتى الفساتين، ماشي ضروري غير هكا البلوزات، فساتين اي حاجه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم، ما تنساوش كذلك الاشتراك في القناه باش توصلوا باي فيديو حطيته. كنبغيكم بزاف بزاف، في امان الله، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.